مدحوين إسماعيل عمر قيل لي أيا أسو تشيدي حسن شيخ محمود إنو سيدا أقول لقصها بضان وأقوان صدى جمهورية دا سومالي لان وحنا أو كلاسيي مدحوينها سومالي لان موسيبيه عبدي إيو مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود مقالة جبوتي إيه حارون تودن كاسي يدو وضح للاضا أقوان سيقا سومالي لان لقوان سيحين أيو وعلن كوسيدو مدحوين إسماعيل عمر قيل لمدوين كي أقودن بيسي سدح دن مدحويني ايا انا حلو فردو اها يدا اوسي اسكو ميدا لوقا بلي لبدا مدحويني اي سوماليا يا سومالي لان سيرتا اوغو مهيمسان اي كودح جرتدي بفران كوضا هادالادا سومالي لان يا سوماليا ايا اه دلب كاللوغود بيي مدحويني حسا شيخ محمود او سيبلا شروط اكو اقبالي والبحين تيناننا ايا ينكسو كوبينا وراركي اوغو دنبي مدحويناها سوماليا حسن شيخ محمود يا مدحويناها سومالي لان ايا سيسيمان لوغو كولنسيي مقالة جبوتي احارون تودن كاسي يدو او قرسوريكا يهي مدحوين اسماعيل عمر قيلي او وضا هادالادا سوماليا يا سومالي لان مدوين كي وقودن بيسي عالن كوسيدي سدح دن مدحوين او حلو فردو احا سيدا او كالانا سياسة دا كميدايسان وقتي كان حادر كاها ايا هشيسكود او يهي سيدي اي سومالي لان يو سومالي او كلا مدح بنانا الله هايين سيدا الى وريد يو خوصي او حقيقيين ورباهين تحقوغين يدو اي كم موقاتو حنان كاللوسو اغاسيمي كولان كا يو سيدا او كالقاب كاللوقا بلي مدح دا سومالي يو سومالي لان كاكالاتيمي شويق اي ولا هذا اللادان يكو فرمين ايا اه ميدكوي هوري كدوان مركا لو ايغو لبدا مدحوين او سيتوصا اسو هرفانيا يو مدحوينها الدولة دا جبوتي او دحدة او جيرا ايادا او سيطوس اللو وچه هايو اريباها مسيريقا اي سومالي لان يو سومالي ايسكا جاحتفن انكولان كان او احامدان لسي شاعين سيدا او كالان اصدح دا مدحويني اي سي هوسي او قاوة دا سعودين ايا الى ورياديا دا وحا اي شيغيا ان لبدا مدحويني اس ارقو دا اي كوحو نايين شروضا اداق او اي كو كتاهاي ان مدحوينها سوماليا او اقوانصادو سومالي لان iyada oo waqtigan haadirka ah ay kala madax banaanaayeen muddo 3 iyo 7 sanadood madax la sii gelisay Soomaaliland iyo Soomaaliya intaasina ay si gaar ah u kala taagnaayeen iyada oo muranka madax banaaniduna uu cirka isku sii shareereeyay Soomaaliya ayaana adeegsanaysay awoodii labada dawladood oo 1960kii sidii ay u midoobeen ay u haysato hase yeeshee Soomaaliland awoodaheeda ay la soo noqotay ayaa waxa koobka ah inay maamusho soo hodinteeda guud ahaanba iyada oo ay ku guuleysatay إنه نبدقليو إيو دموقراديات كسورتو قليسو ديغا مداسي واحا كليو أي سومالي لان كو قوليسي تي إنه إسكاح ديدو أما سي إسكاح كمايسو سومالي سياسة ديدا إنكستو أي كران شخصية دو شاقة تيغي بغالة دا مقدشو كواسي أو شاقي إنه متلان سومالي لان دولة دا سومالي إيه من كتالة دا حيسا أو نهو قاميو مدحويني حسن شيخ محمود أيانا قعان قبوكو معامل إيسا إيادو أو دونيسا إن سومالي لان إيو سومالي أي سوكرب صدان أرهمها جيسك أفريكا oo waqtigan haadirka loo baahan yahay dhowr wadan oo Soomaalida ahi inay ka dhex muuqdaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ogolaaday sida ila wareediyadu sheegayaan in la soo afjaro muranka madaxbanaanida ee Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay muddooyinkii ugu dambeeyay kaasi oo lagu dhameynayo laba wadan oo kala madaxbanaan oo walaal ah kana dhaxayso iskaashi iyo sidoo kale isgarabsi مسيريga Soomaaliland iyo Soomaaliya marka laga wada hadlo waxa loo galayaa arimaha iskaga jira labada wadan oo xiisada la ascaanood ay koob ka tahay iyo sidii loo anbaqaadi lahaa ama si loo kala quran lahaa ee inta la isku jirona loo wadaagi lahaa awooda cunqabateynta hubka oo la qaaday ayaa iyaduna qayb ka ah iyo Soomaaliland inay si madax banaan u soo iibsan karto hub marka ay u baahato xiisada magaalada la ascaanood sidii ay Soomaaliland gacanteeda ugu soo noqon lahayd ayaa caalamku uu si weyn uga shaqeynayaa madaxweynaha Soomaaliyana waxa waqtigan haadirka ah looga fadhiyaa inay faragelinta dawladdiisu halkaasii ka joojiso iyada oo uu adeegsanayo awoodda dawladnimo ee uu gacanta ku hayo sida oo kalena eegaayo mustaqbalka labada wadan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya labada madaxweyne ee labadan wadan kala metelayay ayaana si siman magaalada Jabuuti ugu kulmay iyada oo aan weli xogo dheeraadi ka soo bixin wada hadalkooda ayaa ila wareediyada hordhaca ay waxa sheegayaan in dhamaanba is afkarad laga gaaray qodobadii laga wada hadlayay ee masiiriga madaxweynaha Jabuuti oo arintaasi dhexdhexaad ka ahaa ayaana waxa uu ku dadaalayaa sidii ay u kala madax bannaan lahaayeen Soomaaliland iyo Soomaaliya